اسمي محمد انور، لاعب نادي مينا متحد الاعاقه في منتخب مصر لكره السله وكره اليد، واللاعب الوحيد اللي من شمال الصعيد يمثل منتخب مصر لعبتين مشتركتين كره السله وكره اليد. طبعا قبل ما اتكلم عن اي حاجه احب اشكر رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي على تكريمه ليا، وده كان شرف ليا كبير وسمع على صدري هفضل اتباهى بيه طول عمري ان شاء الله. ثانيا انا الحمد لله حققت مع منتخب مصر في كره السله اول افريقيا المؤهله لكاس العالم، وان شاء الله انه كاس العالم في شهر 6. حققت مع كره اليد ميداليه فضيه وثاني عالم، خدت تاني عالم مع منتخب يد طبعا، وده شرف كبير ليا. خدت ايضا في كره السله احسن لاعب في مصر. وطبعا انا بحب اشكر اولا واخيرا طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه لينا، طبعا ده شرف كبير ليا. طبعا انا بوجه رساله لكل الشباب الصعيد ان مفيش حاجه اسمها اعاقه، لما الشباب ذو اعاقه في حاجه اسمها اراده وتحدي. انا رغم الاعاقه اللي عندي طبعا هي كانت سر نجاحي، ان انا طبعا انا مطره فجيره متواضعه يعني الحمد لله، ان والدي مبلط انا مش ناس كده، فكنت عشان عايش بفضل دعاء والدي ووالدتي عليا، كنت بطلع طبعا اشتغل في مواد غذائيه الصبح، كنت بطلع اوزع علب الحلاوه على المحلات، وفي العصر اروح تمريني واشتغل في تمريني، بالليل كنت برجع الم الحصاله اللي هي الفلوس اللي علب الحلاوه اللي انا وزعتها الصبح. وطبعا عشان طبعا ما يبقاش حمل على اهلي، وفضلت على ان انا اشتغل في تماريني وفي شغلي وفي حياتي لحد ما الحمد لله بفضل ربنا ودعوات اهلي ليا ووالدتي حقق النجاح اللي انا فيه. وضمن اي الملايين دي كلها اي حد طبعا بيبقى امنيه حياه الواتس كرم في يوم من الايام من رئيس الجمهوريه، وطبعا دعوات اهلي ليا هو دوت اللي وصلني كده. وبشكر سكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا واخيرا على تكريمه ليا، وانتظروا مني ان شاء الله باذن الله شهر 6 أول كأس عالم بإذن الله.